النهاردة. الهلال كانت في مباراة صعبة جدا مع نادي الوداد، الهلال تقدم بهدف، الوداد سجل هدف ثم ألغاء الحكم بعد العودة للفار، ثم نجح الوداد عن طريق سفيان بوهيرا اللي كان سجل في النادي الأهلي في القاهرة من إدراك التعادل، لكن بعدها بدقيقة طول رجع الهلال تاني سجل هدف في الفوز وضمن الصعود، خاصة أنه مباراة السد مع أهل طرابلس انتهت بفوز نادي السد بهدف، وكده صعد السد في صدارة المجموعة وفريق الهلال في المركز الثاني، وهيبقى فيه مواجهة تربي أو كلاسيكو ما بين الاتحاد والهلال. ترتيب المجموعة أصبح كالتالي: السد في الصدارة، الهلال في المركز الثاني، الوداد ثالثا، وأهل طرابلس رابعا، وعلامات الاستفهام على فريق نادي الوداد الرياضي، لأنه الوداد والصفاقسي والترجي والاتحاد المنستير كلهم وضعوا البطولة، الرجاء اللي غالبا مكمل في البطولة حتى هذه اللحظة. فريق اتحاد جدة، وده خبر بقوله لزمالك، اتحاد جدة بنزيما نزل وسجل هدف من ضربة جزاء وبقى هداف البطولة بثلاث اهداف، لكن فاز على الشرطة العراقي بصعوبة 2-1، الاثنين تأهلوا، لكنه ما هو برضه اتحاد جدة عنده نجوم محترفين وعنده وبصعوبة بالغة على فريق نادي الشرطة العراقي، وده خبر مهم جدا لنادي الزمالك، وهدف الفوز جاء من ضربة جزاء. اما الترجي والصفاقسي فخدوا بعض وخرجوا على برة بالتعادل بدون اهداف، الترجي واجهوا سوء حظ عنيف جدا 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 في هذا اللقاء. بكرة في مباريات مهمة جدا، مباراة تجمع ما بين الوحدة الاماراتي مع نادي الرجاء المغربي، وشباب رياضي بلوزداد مع الكويت الكويتي، الزمالك مع النصر، الشباب مع اتحاد المنستير، ده كل ما يخص البطولة العربية. ربع النهائي السد مع الشرطة والاتحاد مع الهلال. على فكرة عندنا احصائيات هتشوفوها هي غريبة شوية، يعني 12 مباراة للأندية الأسيوية مع الأندية الأفريقية، فوز الأندية الأسيوية 8 مرات، التعادل 3 مرات، فوز الأندية الأفريقية مرة وحيدة، يعني الترجي خرج دون أن يحقق أي فوز، الصفاقسي خرج دون أن يحقق أي فوز، الوداد المغربي خرج دون أن يحقق أي فوز، أهل طرابلس المكافح خرج دون أن يحقق أي فوز، واتحاد المنستير طبعا بس فضله مباراة لكنه خرج تأكد خروجه، الثلاث فرق التونسية خرجت من البطولة، وهنا علامات استفهام. البعض بيقول لي احنا لسه في بداية الموسم، لا لسه الدوري التونسي لسه خلصان قريب، وبالتالي انا بعتقد انه لا، في نقص خطر على الكرة التونسية بل على الكرة الافريقية بالكامل، واتمنى اتمنى اتمنى ان شاء الله ان الامور تسير بشكل جيد خلال الفترة القادمة. طيب اسوريو يتكلم ازاي على المباراة؟ قالك انا مش هكلف لعيب، ما حددتش مين اللعيب اللي هيراقب كريستيانو رونالدو، ما عادش في حد بيمسك حد في كرة القدم، انت عندك 2 سردباكين وحد ديفندر في وسط الملعب، ففيش حد بيمسك حد، مطرح المنطقة اللي بتجيلك بيبقى بيتولى، مثلا حسام عبد المجيد وعبد الغني بيروح على حسام بيلعب على حسام، بيروح على عبد الغني بيلعب عبد الغني في وسط الملعب مع دونجا ايا كان. يعني هو اتكلم على امكانيات النصر الكبيرة وانه لا يمكن مقارنتها بإمكانيات نادي الزمالك، لكن احنا مش كده يا مستر أسوريو، احنا عندنا إمكانيات أكبر، احنا عندنا لعيبة أصلا ربنا مديلها الموهبة، احنا عندنا جمهور عنيف جدا بيساند، احنا عندنا روح وعندنا إصرار وعندنا رغبة دايما في البطولات، وبالتالي بنحقق هذه البطولات، لكنه زي ما انت قلت فرصة جيدة، وانه الزمالك ان شاء الله هيكون ممثل قوي للكرة المصرية، وان شاء الله نبارك كلنا للزمالك بكرة بإذن الله. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع، والخواجة معلم كورة، والنهاردة شوبير كان بيستعرض هي نتائج البطولة العربية، بطولة قوية جدا، بطولة هي أقوى نسخة البطولة العربية هي النسخة دي، وعندنا ديربي الاتحاد السعودي والهلال السعودي، ده ديربي كده حتة على طرف المعلقة، وأشار شوبير لتفوق الكرة الآسيوية على الكرة الأفريقية، منطقي وطبيعي جدا 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 نظرا للفلوس الهائلة اللي بيصرفها الاتحاد الآسيوي. انت عندك الصد القطري تعب الهلال، تعب الهلال بطريقة رهيبة، كسب الهلال 3-2
وطالع اول على الهلال وعنده مباراه قويه جدا مع الشرطه العراقي. اتحاد جده والهلال السعودي ديربي بكل ما تعمل كلمه من معنى والفرج على الماتش ده وهنعمله حظر على اول حظر. رسالة سامي شوبير لنادي الزمالك ولاخوان كارلوس انصاري وهي جت من كلامه من البدايه. هو قال لك الاتحاد جد والشرطه اتحاد جد صرف مصاريف رهيبه يعني وجود كريم بنزيما في 200 مليون يورو في السنه ويكسب الشرطه العراقيه 2-1 يبقى كره القدم لعب على مجهود كفاح الكره القدم ولا يبص ولا بالأرض. ليه بقول لك ولا مالوش ولا فرقان؟ يعني رغم ان الاتحاد جدا صار فلوس كتير جدا على الورق يكسب الشوط الاخير 5-6 لكن كريم بنزيما هو اللي نزل خلص من ضربه جزاء كمان. هو القصه كلها يعني كل النجيل اللي عمل عليه احترم الكوره تحترم عادي جدا الزمالك يخرج من مصر بس اداء مش عادي جدا ان الزمالك يخرج من بطوله بهزيمتين من الكره السعوديه بس احترم الكوره اختار التشكيل الامثل مثلا على اخر نقطه علق ما تهين نفسك احترم الكوره العب كوره للكوره مصر السعودي هو اصل ده لعيب ولا لعيب بتختلف في الامكانيات انا معاك بتختلف في الامكانيات بس خلي مجهودك وحرقك وتعبك واحترامك للمنافس يعوض الجزء الكبير اللي هو يفقد في المهاره 150 وانا قبل كده مرارا وتكرارا الشخصيه اقوى بموهبه واحمد شوبير كان بيقول لنا على تفاصيل يوم رائع من البطولة العربية وإن شاء الله ربنا يكرم نادي الزمالك ويسقط حساب النصر السعودي والمرة أخيرا احترم الكورة والكورة احترم المرة الحمد لله.